بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف خلق الله أجمعين، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المستمعون الكرام. كنا في آخر حلقة من حلقات يوم الجمعة، تكلمنا في آية من آيات سورة الكهف التي جعلنا حلقات أيام الجمعة مخصصة للكلام بشأنها. كانت الآية هي قوله سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقة. هما آيتان، وقفنا عند الآية الأولى بشيء من التفصيل، والآية الثانية أشرنا إلى المعنى العام لها. في قول الله سبحانه وتعالى: إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، نجد أن كلمة من أحسن عملا كأنها جاءت في موضع آمن وعمل الصالحات، يعني كأنما المعنى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من آمن وعمل الصالحات، لكن عبر عن ذلك بكلمة من أحسن عملا حتى يعلم أن إحسان العمل إنما يكون ببنائه على الإيمان والصلاح. حتى يكون العمل حسنا ينبغي أن يبنى على إيمان وعلى صلاح. جاءت الآية الأخرى لتبدأ بكلمة أولئك، اسم الإشارة هذا البدء به يؤدي إلى فائدتين. الفائدة الأولى، حينما المسلم يقرأ أو أي متلقي أي سامع لما يقرأ هذا أولئك، معنى أنه هذه الإشارة تبين أن ما يأتي بعدها جدير بهذه الصفات لأجل ما تقدم قبلها، لأن هناك كلام تقدم قبل أولئك وكلام سيأتي بعد أولئك، ففيه إذن تنبيه، لأنه السامع لما يسمع إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا كأنما نفسه تتطلع وتستشرف لترقب الشيء الذي يبين هذا الأجر، فلما قال أولئك صرف النظر إلى المتحدث عنهم، فإذا هو نفسه تستشرف لرؤية خبر أولئك، يعني هذا الأجر الذي سيذكر لهم، وهذا الأجر الذي سيذكر لهم مرتبط مترتب بما قبل اسم الإشارة. فإذا مجيء اسم الإشارة بهذا الشكل فيه نوع من التنبيه على أن المشار إليهم جديرون بما سيذكر بعد اسم الإشارة لما تقدم قبله، والذي تقدم قبله كما ذكرنا الآن هو الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، هذا الذي تقدم قبل أولئك، وبعد أولئك جاءت لهم جنات عدن، فإذا أولئك هم جديرون بهذا الذي جاء بعد اسم الإشارة بناء على ما ذكر قبله. الفائدة الثانية أنه في اللغة الإشارة عندنا مثلا للمفرد يقول هذا إذا كان قريبا، وإذا أراد أن يشير إلى قربه يقول هذا،
والأصل كما يقول العلماء هو ذا وها للتنبيه، ذا هو اسم الإشارة وها لغرض تنبيه السامع. فإذا أراد البعد قال ذاك ذاك، يستعمل الكاف. فإذا أراد البعد الزائد قال ذلك باللام والكاف، هذا للمفرد. فإذا أراد الجمع للقريب يقول هؤلاء، هي أولئي وها كما قلنا للتنبيه، أولئي قل هؤلاء هم قريبون. فإذا أراد البعد لا يجمع بينها واللام فيقول أولئك، يعني أولئك الكاف واللام، وطبعا فيها كلام يعني هل تكون ها مع الكاف مع اللام لا تكون. المرجح هو هذا الذي ذكرته أنه مع أولى لا يكون ها التنبيه، أولئك لغرض الإشارة إلى البعيد. أي بعد هذا؟ ما المقصود بالبعد؟ كلمة أولئك تستعمل للبعد بحالين، يعني قد يرى القارئ لكتاب الله عز وجل أنه أحيانا تستعمل للكفار وأحيانا تستعمل للمؤمنين. في الحالين هي لمعنى البعد، لكن مع الكفار هي للبعد والطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى لإبعادهم. يقول أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم، بعيدون عن رحمة الله سبحانه وتعالى، فيها معنى البعد. مع المؤمنين لما يستعمل أولئك يعني لرفعة المنزلة، هو أيضا فيها بعد عن المخاطبين، ما يخاطب قوما ويقول لهم أولئك يعني أولئك البعيدون، لكن بعيدون في السمو والرفعة أم بعيدون في التحدر والانحطاط؟ السياق هو الذي يبين ذلك. لما يكون الكلام على المشركين إذن في التحدر والانحطاط هم بعيدون، لما يكون الكلام على المؤمنين إذن في السمو وفي الرفعة. فإذن أولئك هنا الإشارة فيها فائدتان، وفيها بيان رفعة منزلتهم وعلو شأنهم، في علو لشأنهم. أولئك، أولئك ما شأنهم؟ والمتلقي كما قلنا ينتظر خبرا، ينتظر شيئا بشأن هؤلاء، بشأن أولئك الرفيعي المنزلة السامين. قال لهم جنات عدن، لهم جنات عدن، عدن. وقلنا العدن الإقامة، فإذا لهم جنات إقامة. لما نأتي إلى الإعراب، والإعراب له ارتباط بالمعنى، نجد أن العلماء يقولون لهم هنا متعلق بخبر محذوف ومقدم، والمبتدأ مؤخر. المبتدأ موصوف وإن كان وصف أو مضاف، يعني مقيد أو محدد، لأن الإضافة إذا كانت لمعرفة تكسب الاسم تعريفا، إذا كانت لنكرة تكسبه تخصيصا. فالنكرة المخصصة يمكن أن يبدأ بها، فما سر هذا التقديم لهم؟ يعني القصد أنه كان ممكن في غير القرآن أن يقال أولئك جنات عدن لهم، ممكن. أما إذا أضفنا الوصف بعد ذلك جنات عدن تجري من تحتها الأنهار لهم، يكون أقوى إذا أخرنا كلمة لهم. لكن التقديم له غرضه، له أهميته. لما يبدأ بكلمة لهم يزداد تشوق النفوس لمعرفة ما جزاء هؤلاء. احنا قلنا ابتداء لما قال عنهم إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، تتشوف وتتشوق
النفوس وتستشرف لمعرفة بيان هذا الأجر. لا نضيع أجر من أحسن، ما عاقبة هذا الأجر، ما نوعه، ما ماذا سيكون. فلما يبدأ بكلمة لهم، واللام هنا للملك، ففيها أولا معنى الاستشراف ل يعني تشويق، والأمر الثاني فيها هذا الاهتمام بتقديم شأنهم مع وجود لام الملك. إذن هم سيملكون شيئا، فيزداد شوق الإنسان لمعرفة ماذا سيملكون، ما الذي سيملكونه. أولئك لهم جنات عدن، ليس جنة واحدة وإنما هي جنات وهي مراتب. وذكر كلمة عدن إشارة إلى أنه لا تكون لهم الجنات على سبيل الزيارة أو المرور، وإنما مع لام الملك كلمة عدن التي هي بمعنى الإقامة. تجري من تحتهم الأنهار، جملة تجري هي صفة للجنات، يعني جملة صفة، لأن عندنا الفاعل لتجري هي الضمير المستتر الذي يعود على الجنات، والجملة في محل وصف للجنات، لجنات عدن. معنى ذلك أن هناك تقدير فيها، يعني كأنما قال تجري فيها من تحتهم الأنهار، أو تجري الأنهار فيها من تحتهم. فكلمة تجري مرتبطة بمعنى حتى يتصل الكلام مع كلمة جنات عدن. تجري من تحتهم، نحن عندنا في آيات أخرى لما يذكر الجنات يقول تجري من تحتها، إشارة إلى الجنات، لكن هنا لما كان الموضع موضع تكريم وتشريف لهؤلاء في مجال الموازنة مع الذين اختاروا الكفر، لأن سنعود الأمر كله مرتبط بالآية السابقة التي جاء فيها وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. نعم هذا الكلام الذي ذكر ظاهره التخير، لكن هو في حقيقته نوع من التهديد ونوع من الوعيد، وتكلمنا على هذا طويلا فلا نعود إليه. المهم أنه فيه تهديد ووعيد، لكن قسم الناس على قسمين، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. بين ماذا سيكون لمن سيكفر، ويبين الآن ماذا سيكون لمن سيؤمن. وهذا عندما يذكر يكون فيه نوع من التبكيت والتقريع والإغاظة للفريق الذي اختار الكفر. لما يكثر من صفات أو يبين صفات هؤلاء الذين اختاروا الإيمان، توجهوا إلى الإيمان، ويسمع ذلك الذين اختاروا الكفر يزيدهم غيظا، كما قال الله عز وجل قل موتوا بغيظكم، يغتاظون من هذا. فإذا تجري من تحتهم، لو قال من تحتها يعني الكلام على الأنهار، تجري الأنهار من تحت الجنان، لكن كأنما أريد أن يبين بإضافة تحت إلى ضمير هؤلاء من تحتهم الذين يعني اتجهوا إلى الإيمان والعمل الصالح، تجري من تحتهم يعني المنبع يكون من حيث يرونه وينظرون إليه وهو قريب منهم، لا أنه النهر يمر من جوارهم أو النهر يمر من تحتهم في الجنات، وإنما هذه الأنهار عندما تجري تبدأ، لأنه من هنا لابتداء الغاية، يعني بداية جريانها من تحتهم، كأنما هكذا هي تتفجر من تحتهم في تلك الجنات. فإذا تقرر هنا المعنى
بمؤكدات تقرر بشارة المؤمنين أتم تقرير، وفيها كما قلنا إغاظة لأولئك الكافرين. ما هذه المقررات يعني بشكل موجز؟ التأكيد مرتين بإن في قوله تعالى إن الذين آمنوا إنا لا نضيع أجر من أحسن، جاء بإن في الأول وجاء بها في الخبر، فالتأكيد مرتين. ذكر اسم الإشارة بصيغة البعد وفيه معنى التقرير والتشويق لمعرفة ما شأن هؤلاء المشار إليهم. وجود لام الملك في كلمة لهم. جر اسم الجهة بمن، يعني من تحتهم، بمن معناه يبدأ تفجر الأنهار من موضع يرونه ويطلعون إليه وهم قريبون منه، يرون المنبع. وإضافة تحت إلى الضمير، اسم الجهة أضيف إلى الضمير، يعني هذا الارتباط من تحتهم، ولم يقل من تحتها من تحت الجنات، لأن من تحت الجنات يكون عاما، يعني هو النهر تحت الجنات يجري، لكن هنا من تحتهم أيضا تأكيد لقربه منهم. يحلون فيها من أساور من ذهب، هذه التحلية يحلون فيها بعد أن ذكر صورة الجنة وكيف هي، كيف أنه فيها هذه الأنهار، يعني كلمة تجري قلنا صفة للجنة، الكلام على الجنات التي هم فيها. قال يحلون فيها من أساور، أيضا قرب الجار المجرور، كان ممكن أن يقال في القرآن يحلون أساورة أو يحلون من أساورة، لأن واضح أنهم فيها، لكن هذه الظرفية للإشعار بتمكنهم في ذلك الموضع بلام الملك وبالظرف فيها يحلون فيها، هذا يعني زيادة في تقرير تمكنهم في تلك الجنان، لأن قلنا فيها معنى الظرفية كأنها وعاء يحتضن من فيه، فيحلون فيها. ونلاحظ أن كلمة يحلون جاءت بالبناء لغير الفاعل، يعني ما قال يتحلونهم يلبسون الحلي، وإنما هناك من يلبسهم هذا الحلي، يحلون فيها من أساور من ذهب. هذه التحلية يعني في زماننا قد تلفت النظر الحقيقة، أنه كيف يلبسون أساور الذهب، والقرآن جعل هذا نوعا من أنواع الإكرام لهم والإغاظة للكافرين. لما نعود بذاكرتنا إلى وقت تنزل هذه الآيات نجد أن الذي كان يحلى بأساور الذهب هم أعلى القوم، بل الملوك. يعني نحن عندنا في حديث الهجرة لما سراقة بن مالك هو يروي هذا الكلام، لما أخبر أن هناك ثلاثة رهط، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام وأبو بكر والدليل، يسيرون في جهة البحر، فكان يطمع بالجائزة وكان فارسا شجاعا، يعني مستعد أن يخرج لوحده ليقاتل ثلاثة أشخاص، فأخذ سيفه وركب فرسه من غير أن يذكر لأحد حتى ينال الجائزة وحده. فلما اقترب من موكب الرسول عليه الصلاة والسلام غارت قوائم فرسه في الرمل فسقط، أنهضه واتجه باتجاه الرسول عليه الصلاة والسلام. تكررت هذه الواقعة أكثر من مرة، فعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام ممنوع منه،
فناداه وقال يا رسول الله، يعني أنا خلاص أنا آمنت لكن أريد عهدا، أريد شيئا. فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا يعني فيه زرع للأمل في قلوب المؤمنين حينما يمرون بضائقة وبشدة، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام مهاجر مغادر، مغادر بتخفي، متخذ لأسباب التخفي جميعا، يقول لسراقة كيف بك يا سراقة إذا لبست تاج كسرى وأساورته، يعني كيف بك يا سراقة إذا أتم الله عز وجل هذا الأمر بحيث تغلبنا على كسرى وأخذنا تاجه وأساورته غنيمة ولبستها أنت. نلاحظ الإيمان باللحظة، إذا دخل الإيمان إلى القلب يكون هناك تصديق مطلق، خلاص رجع سراقة بهذا الأمل. ما كان يقول له والله يا رجل أنت فار هارب بنفسك، خرجت متخفيا، كيف تواعدني؟ لا، لأنه كذلك نلاحظ سحرة فرعون لما تبين لهم الحق، فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. قبل قليل هم ماذا قالوا؟ قالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. بلحظات لما ألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون، فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون، فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. هذا الذي أقسموا بعزته ماذا يقول لهم؟ قال آمنتم له قبل أن آذن لكم، لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم. أيضا فيها اكتفاء، يعني من فضة ومن ذهب، هذا يعني موضوع يعلمه دارسو البلاغة الحقيقة، موضوع الاكتفاء، أن يكون اكتفاء بذكر شيء عن ذكر شيء آخر، يذكر مرة هذا ومرة هذا، مرة ذكر الذهب يريد الذهب والفضة، ومرة ذكر الفضة يريد الفضة والذهب، لتلازم المعدنين في الزينة في التزين وفي يعني الإشعار ب كما قلنا صفة العلو وصفة الملك. نلاحظ هنا يحلون قلنا بالبناء لغير الفاعل، يعني البناء للمجهول، هناك من يحليهم، هناك من يلبسهم، بينما لما جاء إلى ويلبسون ثيابا ما قال ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق، وإنما بناه للمعلوم، بناه للفاعل. أيضا هناك لفتة هنا ولمسة بيانية، لأنه عادة تحلية الملوك وعلية القوم الذي يقوم بإلباسهم هذه الحلي خدمهم، يعني هم لا يلبسون الحلي بأنفسهم، حتى التاج لا يلبسه بنفسه، وإنما يأتي من يرفعه ويضعه على رأسه، وتحلية رقبته بالقلادة وبكل هذا يقوم به الخدم من المقربين إليه، فهم إذن يحلون. لكن يلبسون، ولا سيما لما يكون اللباس من سندس واستبرق، لأنه عندنا السندس والاستبرق، الاستبرق ملبس والسندس ملبس، كلاهما مما يلبس، لكن وكلاهما من الحرير. الفارق أن السندس يكون حريرا ناعما غير مخلوط بشيء ويباشر الجسم، يعني هو الذي يلبس على الجسم مباشرة. الاستبرق يكون من حرير موشى بخيوط الذهب، وخيوط الذهب
يكون فيها شيء من الخشونة، لذلك يلبسون السندس تحتها. معنى ذلك أنه هذا اللباس يكون أولا والإنسان عريان، السندس، فلا بد أن هو يلبس أولا، ممكن بعد ذلك التكملة يكملها له الحاشية، لكن في الأصل الأول أول ما يلبس وهو عريان هو يلبس، يعني لا يأتي وهو عار أو عريان ويلبسه الآخرون حتى إذا كان ملكا. يعني هذه الأشياء التي تباشر الجسم يتولى هو لبسها، وهكذا يكون في الجنة أنه يلبس هو هذه الثياب بهذه الصورة، وقلنا تليق بذلك اليوم، لكن تصور وتمثل بما يعرفه الإنسان في هذه الدنيا. فهذا إذن الفارق بين يحلون بالبناء للمجهول أو البناء للمفعول، ويلبسون بالبناء للفاعل، إنه هو الفاعل، ويلبسون ثيابا خضرا. طبعا عندنا من أساور من هنا فيها كلام للعلماء، ونحن نعتني بالجانب اللغوي لأنه كلامنا على بيان القرآن، نقول من بيان القرآن، الجوانب البيانية. فمن في قوله تعالى من أساور فيها كلام للعلماء، بعضهم وجد أنها مؤكدة. طبعا القارئ قد يقرأ في الكتب لا يجد كلمة مؤكدة، وإنما سيجد كلمة زائدة، ولعلنا قلنا في مرة ماضية كنا نتمنى لو أنهم لم يستعملوا كلمة زائدة، لأن كلمة زائدة موهمة، يتصور الإنسان أنه وجود هذا الحرف كعدمه. الجواب لا، هو وجوده لغرض التأكيد، لتأكيد المضمون، مضمون الكلام، مضمون المعنى، مضمون الجملة. فيقولون زائدة معناه هي مؤكدة، لأنه يمكن أن يقال في غير القرآن يحلون فيها أساورة، وتكون أساورة مفعول به مباشر ليحلون، يحلون أساورة يعني يحليهم الغلمان، يحليهم كذا أساورة. فمن هنا قالوا مؤكدة من أساور، يعني شيء مؤكد لمضمون الجملة. قسم يراها للابتداء كأنه ابتداء معنى، والبعض يرى أنها للبيان. يعني حقيقة أجد في نفسي ميلا إلى أنها بيانية، كأنها بيان للذي يحلون به، يعني لما قال يحلون فيها كأن هناك سائل يسأل من ماذا يحلون، من أي شيء يحلون، من أي معدن يحلون، فقيل من أساور، من هذا الشيء، من أي هيئة فجاءت. فالبيانية فيما أراه والله سبحانه وتعالى أعلم، ودائما لا ننفي الآراء الأخرى حينما يكون فيها مجال للارتباط والاتصال بالمعنى، لما المعنى يتحملها نقول ممكن هذا وممكن هذا، لكن الذي نختاره الذي نرجحه هو ما ذهب إليه بعض علمائنا من أنها بيانية، البيانية عندنا أرجح. وكذلك في قوله تعالى من ذهب أيضا، يعني نجد أنها بيانية، يعني كأنما صار بيان للأساور هذه المرة، من أي شيء هي، يعني من أي شيء تكون التحلية، قال أساور، من أي شيء تكون هذه الأساور، قال ذهب. وقلنا هنا اكتفاء، لأنه عندنا في يعني آية أخرى اللي هي في سورة الإنسان، وحلوا أساور من فضة، يعني من فضة ومن ذهب، هنا اكتفى بذكر الذهب وهناك اكتفى بذكر الفضة في هذا. وحلوا
أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق. ذكر اللون الأخضر في يعني ألوان ثيابهم، لأنه أولا العربي يحب الخضرة لما ينظر إلى الصحراء، ويعني الصحراء معلوم لونها، الخضرة عنده معناه وجود ماء، إذا رأى خضرة يعني هناك ماء، والماء هو أهم شيء في حياة الإنسان عموما، لكن من باب أولى في حياة ابن الصحراء، لأنه إذا فقد الماء ممكن أن لا يجده، ممكن أن يموت، لكن ابن المدينة إذا فقد الماء في هذا المكان يجده في مكان آخر، يعني ما عنده مشكل في الماء. الآن لا تحس أنه هناك مشكل لك إذا يعني قلت لصاحب البقالة عندك من النوع الفلاني من الماء، وقال لك ما عندي، ما عندك مشكل، تتحول إلى نوع آخر، ما عندي أي شيء من الماء، خلاص الماء، تقول البقالة الثانية عندها ماء، عندهم ماء، لا يحس. لكن ابن الصحراء وهو في الصحراء يعني الماء بالنسبة له أساسي جدا مع هذا الحر، فإذا رأى الخضرة أحس بالاطمئنان، لا سيما حينما يكون مسافرا، حينما يكون ماشيا في قافلة، لما يرى يعني رأس نخلة من بعيد تتراوى له، تتراءى له، ما كان هذا السراب يتخيله الإنسان، يعني يراه كأنه ماء فيسعى نحوه. فالخضرة تعني الماء، ولذلك يحب الخضرة في الأرض، يحب الخضرة في اللباس. الملوك قديما كانوا يلبسون الخضرة أيضا، يعني قد لا يكون الثوب بجملته أخضر، يعني عندنا كلام النابغة الذبياني وهو يصف الملوك يقول: يصونون أجسادا قديما نعيمها بخالصة الأردان خضر المناكب. الأصمعي يقول: هو لباس يلبسه أهل الشام، وهو ثوب مجمل أخضر المنكبين وسائره أبيض والأردان أكمامه. هذا الثوب يعني ثوب خاص وضعوا خضرة عند المنكبين تجملا، يعني الخضرة محببة. وعندنا شواهد كثيرة حقيقة في الشعر العربي، سواء كان من الجاهلي أو الإسلامي أو العباسي، يعني لو تتبعنا نجد كثيرا. لاحظ الأعشى مثلا في حب الخضرة يقول: ما روضة من رياض الحزن معشبة خضراء. هو لما قال روضة، روضة يعني خضراء، لكن يحب كلمة خضراء فذكرها، جاد عليها مسبل هطل. الفرزدق لما يمدح الخلفاء، الخلفاء الأمويين، يقول: تبعوا رسولهم بسنته حتى لقوه وهم على قدر رفقاء متكئين في غرف فرحين فوق أسرة خضر. يعني جعل الأسرة خضر لحبهم لهذا اللون. بين يدي شواهد كثيرة، لكن لا أريد أن أنتقل أو أتحول إلى قراءة الشعر. فإذا لما يقول خضر تكون فيها لمسة لقلب العربي وهو يستمع، لأنه الخضرة محببة إليه، لأن اللون الأخضر كما يقول البعض هو أعدل الألوان حتى يكون جميل في العين. قد يكون هذا أنه أجمل من سائر الألوان في العين إلى آخره، لكن نقول الخضرة بسبب ارتباط العربي بصحرائه. قلنا الاستبرق الحرير من سندس واستبرق، والسندس أيضا الحرير، لكن الاستبرق هو الديباج أو الحرير الغليظ، يعني يكون ثقيل ومنسوج بخيوط الذهب، يعني مخلوط بخيوط الذهب، فلا يكون مباشرا للجسم،
يسبقه السندس، وهكذا جاء في اللفظ أيضا على أنه الواو يعني لا تقتضي الترتيب، لكن هنا جاء مرتبا السندس لأن يباشر الجسم والاستبرق، ويعني كأنما هذا من مباهج الجنات. ذكر هذا الشيء يعني اللبس والتحلية يذكر بآية أخرى في سورة الإنسان، فيها يقول الله عز وجل: عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. قلنا حلوا أساور من فضة اكتفاء، كما قال هنا يحلون من أساور من ذهب، فهذا فيه اكتفاء، يعني هناك ذكر الذهب هنا ذكر الفضة. لكن يعني لفت نظر بعض العلماء من يعني اشتغل بالتفسير من القدماء، قال يعني قد يسأل سائل يقول: لماذا هنا في سورة الكهف قدم ذكر الحلي أو التحلية، وفي سورة الإنسان قدم ذكر الملبس؟ لما ننظر في الآيات نجد أنه في سورة الكهف قلنا الكلام على الجنات لأنه وصفت بتجري، جاءت صفة ثم قال يحلون فيها يعني في الجنات، وهي موصوفة بجري الأنهار من تحت هؤلاء الناس، فالصورة أو التوجه إلى هذه الجنات التي هي مكافأة هؤلاء المؤمنين. طبعا المكافأة نذكر أنه دخول الجنة ليس معاوضة للعمل، يعني مقابل العمل، لكن العمل سبب في أن الله سبحانه وتعالى يرحم عبده فيدخله الجنة، فدخول الجنة برحمة الله سبحانه وتعالى، فهذه مكافأتهم برحمة الله سبحانه وتعالى. فالكلام على الجنات في الأصل، كل لما يكون الكلام على الجنات التحلية جزء من الجنات، يعني الأشجار من تحلية الجنات، المياه من تحلية الجنات، الأنهار بأنواعها من تحلية الجنات، وهذا الذهب أو هذه التحلية جزء من الجنات فقدمت. أما في سورة الإنسان فالكلام ليس على الجنات بالدرجة الأولى، وإنما الكلام على الإنسان. فعلا لو يعني نظرنا في الآيات نجد أنها تبدأ بالكلام عليهم: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، من هنا يعني من الآية رقم 5، ونستمر كل الكلام على هؤلاء حتى لا نقرأ الآية جميعا، لكن لما نقرب في الآية 19 وما بعدها: ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم يطوف عليهم، يعني ما زال الكلام على الأشخاص هؤلاء اللي بدأ إن الأبرار، الكلام على الأبرار. ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم، مستمر الكلام عليهم: ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. إذن هذا ملائم للسياق الذي ورد فيه، السياق هناك في الكلام على الأبرار يعني في التأكيد عليهم، والآيات كلها تتحدث بشأنهم، فقدم ما يقومونهم به أولا، قدم الملبس. ولما كان الكلام في هذه الآية من سورة الكهف يتعلق بالجنة التي هي جائزتهم وما فيها، قدم ذكر التحلية ثم جاء بذكر ما يتعلق باللباس. متكئين فيها على الأرائك، والاتكاء
مظهر من مظاهر الراحة، وإن يعني عموما هي الجنة فيها راحة، لكن الصورة الآن يعني صورة هؤلاء وهم في هذا الملبس وهم في هذه الهيئة، والأنهار تتفجر كأنما من تحت أقدامهم أو ينظرون إليها وهي تتفجر، ففيها عند ذلك هذا اللون أو هذه الصورة من الجلسة، جلسة الاتكاء التي هي جلسة الراحة، يعني الجلسة هيئة الجلوس للمرتاح يتكئ، يعني يضع نعم يضع جسمه مسترخيا، يميل بجسمه بجهة معينة، يستند إلى ساعده متكئا، يعني جلسة الراحة والترف، كما قال الله سبحانه وتعالى عن صاحبة يوسف: وأعتدت لهن متكأ، يعني مكان مريح، جلسة مريحة. قسم يقول المتكأ التفاح، المتكأ يتكئن عليه، وقدمت لهن ما يحتاج إلى السكين، وكان بعد ذلك ما كان متكئين فيها على الأرائك. الأريكة، وقبل أن نأتي إلى الأريكة عندنا حقيقة نحرص على الإجابة عن الأسئلة التي تأتينا. هذا سؤال من أخينا سالم مخلوف من خورفكان، جزاك الله أخي الكريم سالم، أنت يعني دائم التواصل معنا. يقول: ما الفرق بين ثم بضم الثاء وفتحها؟ لأن الآية الآن تلوناها: وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. ثم حرف عطف للتراخي، نقول جاء زيد وخالد، يعني جاء الاثنان، ممكن معا، ممكن الثاني قبل الأول، الأول قبل الثاني، وليس هناك ترتيب. فإذا قلت جاء زيد فخالد، يعني أولا جاء زيد وبعد قليل جاء خالد. فإذا قلت جاء زيد ثم خالد، معنى ذلك جاء زيد وبعد مدة، يقولون ثم للتراخي، للتراخي يعني لتراخي الزمن. أما ثم فهي ظرف بمعنى هناك، يعني وإذا رأيت ثم، إذا رأيت هناك في ذلك الموضع رأيت نعيما وملكا كبيرا. فهذا هو الفارق. والأريكة، الأرائك جمع أريكة. الأريكة يقول هي مجموع سرير وحجلة، سرير وحجلة. حتى تكون أريكة ينبغي أن يتوافر شيئان: أن يكون عندنا سرير اللي الآن يسموه الكنبة أو يعني الكرويت حسب تسميات العامة، هذا هو سرير اللي هو مكان جلوس طويل مرتفع عن الأرض له قوائم، غير الكرسي اللي نسميه كرسي الآن، الراجح أنه عرش. الكرسي هو ما يعني هذا الأرجح، البعض يقول الكرسي هو هذا أيضا ما نجلس عليه، لكن المرجح من كلام المعجمات أن الكرسي ما يضع عليه المرء قدميه وهو جالس على العرش، على ما نسميه بالكرسي الآن، هذه الخشبة اللي تكون طويلة ومرتفعة قليلا عن الأرض يضع الجالس قدميه عليها، هذا هو الكرسي وغير العرش، هذا تحت القدمين يكون والعرش يجلس عليه الإنسان. فإذا ينبغي وجود شيئين حتى تسمى أريكة: سرير وحجلة. نعم، ما الحجلة؟ سرير علمناه، ما الحجلة؟ نقول ما الحجلة بعد أخذ هذا الاتصال. نعم، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي عبد الحكيم، يقول لي نعم. الأخ أحمد نور، الأخ عبد الحكيم. نعم نعم، مساك الله بخير. حياك الله. نعم، الله يسلمك. في سورة الكهف، والله يا شيخ ما تابعت، لكن بس إنه القصة تبع سيدنا موسى عليه السلام
مع السفينة نعم والطفل والجدار. نعم كنت سمعت شيخ والله بالأردن إنه ربط بين القصة هذه وقصة سيدنا موسى عليه السلام. نعم لما المشرك قاتل أحد المؤمنين وكذا وموسى فقضى عليه. نعم قارنها مع قصة الطفل وقصة سيدنا السفينة مع قصة أم موسى عليه السلام لما حطته بالبحر يعني بالنيل. نعم وقارن بين القصتين إنه هناك كان يجمع الأطفال وهذا الملك كان يجمع السفن. نعم وقصة سيدنا موسى لما راح عند التقى للجنتين جنتي شعيب عليه السلام. نعم برضو الجدار فما أخذ كان سيدنا موسى ماشي أسبوع ما أكل حتى التصق بطنه بظهره فما أكل كان. فقارن برضو بين القصتين برضو قال حديث إنه رحم الله موسى لو رضى صبر لأري 100 آية فما نعم. يشتغل التفسير هل القصص هذه لها ارتباط مع بعض في شيء يربط بينهم. نعم جزاك الله خيرا أخي عبد الحكيم بارك الله فيك. نعم حقيقة هذا يعني الاجتهاد يعني ما دام تتحمله اللغة يقول الإنسان أنا كأنما يبدو لي هناك علاقة وهناك صلة بين هذا وهذا لكن يعني سياق القصة هذا السياق عامة ذلك شيء وهذا شيء آخر لأنه الذي في الكهف لم يرد فيه ذكر لأم موسى وما فعلت إلى آخره فيعني الاجتهاد في مثل هذا الأمر لا نراه مخالفا للغة ولا سيما أننا نتكلم في الجوانب اللغوية وليس في الآثار لأن ما ورد في ذلك أثر يعني ما عندنا حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام يربط هذه الحادثة بتلك الحادثة لكن نوع من الاستنباط لا نجد ما يمنعه حقيقة ما دامت اللغة تتحمله. أما الحديث يعني رحم الله موسى لو صبر لأري 100 آية فأخي عبد الحكيم لا أعرفه وإن شاء الله تعالى أراجع فيما بين يدي من المضان وأجيبك عنه إذا وصلت فيه إلى نتيجة إن شاء الله تعالى حتى لا يسرقنا الوقت ولا نقول معنى كلمة الحجلة فنأتي إليها. نعم يقول الحجلة قبة من ثياب تكون فوق السرير كالبيت. يعني أنا أذكر بهذا يمكن في نستفيد أحيانا من اللهجة العامية في أهل بغداد يسمون شيء يضعونه في الصيف لما كانت الناس تنام فوق السطوح وكان هناك بعوض فيعملون شيء على الأسرة من قماش فيه ثقوب ناعمة جدا تسمح بمرور الهواء ولا تسمح بدخول البعوض أهل بغداد يسمونها الكلة الكلة بضم الكاف وهي خطأ هي في الفصيح الكلة بكسر الكاف في اللغة يعني العرب كانت تعرف هذا تسميه الكلة ويفسرونه بأنه الستر الرقيق يخاط كالبيت مثل الخيمة يتوقى فيه من البق قسم يقول غشاء من ثوب رقيق يتوقى فيه من البعوض فالحجلة إذن هي قبة من ثياب تكون في البيت تجلس فيه المرأة أو تنام فيه أحيانا وجمعها حجال ولذلك يقولون عن النساء يقول ربات الحجال يعني صاحبات لترفهن يعني هن لا يقاتلن وإنما يستخدمن هذا ما قال المتنبي كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جر الذيول هكذا ف
فإذا هي هذه الأريكة، وسميت أريكة أيضا يعني هذا المجموع السرير والحجلة، لأن يبدو أن السرير يعني هذا للمترفين يكون من شجر الأراك اللي الآن نستعمل منه المسواك. الأخ أحمد يشير علي بأنه وقتنا انتهى، جزاكم الله كل خير. أخي سالم أرجو المعذرة، سؤالك الثاني للمرة القادمة إن شاء الله تعالى. جزاكم الله كل خير على حسن استماعكم، والشكر موصول لأخينا أحمد نور الذي تولى إخراج هذا البرنامج والإشراف عليه. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.